ومن الفوائد المتعلقة بالشتاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال: اشتكت النار إلى ربها، قالت: يا ربي أكل بعضي بعضا فنفسني، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون من الحر من سمومها، وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها. حتى في رواية البزار عن أبي هريرة، وقال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح، قالت: نفسني أكل بعضي بعضا فإني أخاف أن أقبض على خلقك. اشتكت، اشتكت بلسان الحال أم بلسان المقال؟ هل ناضقت حقيقة أم أنه لكثرة أجرامها وازدحام أجرامها وما فيها من العذاب اشتكت بلسان الحال ولم تنطق؟ الصحيح أنها نطقت، ولا إشكال في ذلك، فالله جل وعلا قادر على ذلك، فإنه أنطقها فاشتكت. وقد قال بذلك النووي والقرطبي وغيرهما رحمهما الله. فنعوذ بالله عز وجل من زمهريرها ومن سمومها. وقد قال ابن عبد البر في التمهيد، وهي فائدة هنا لكل إشكال فيما يخص هذا الحديث في قضية نفس الشتاء ونفس الصيف، قال: ويبين هذا رواية الحسن: فأشد ما تجدون من البرد مما يهلك شيئا، أو من الحر مما يهلك شيئا. قال: وهذه الرواية تفسر الإشكال الذي قد يرد على هذا الحديث.